بالحقيقة أنا زي كثير من المصريين، بمسك أول ما بصحى بالتليفون، بتمسك التليفون تتصفح السوشيال ميديا، تعرف الدنيا ماشية إزاي، تعرف مين بيقول إيه على مين، مين بيعمل إيه، الدنيا ما بتقبل. النهاردة الصبح لما قمت من النوم بفتح التليفون عشان أشوف الأخبار الحقيقة، فاستوقفني تصريح غريب قوي قوي ومضحك الحقيقة لأحد اللاعبين السابقين بنادي الأهلي. الحقيقة بيقول إن النادي الأهلي يعني في نجوم ما فيهوش أساطير. طبعا نادي الزمالك فيه أساطير، طبعا نادي الزمالك فيه أساطير، محدش يقدر يقول غير كده. ولكن هل النادي الأهلي ما فيهوش أساطير وفيه نجوم بس؟ الحقيقة تصريح، أنا مقدر موقفك الحالي الحقيقة، وهكون مقدر كل حاجة. أنا طبعا لن أستطيع أن أتحكم فيك وفي كلامك ولكن احنا كده برضو الحمد لله الأيام بتثبت لنا يوما بعد يوم أن قرارات اللي بيتم اتخاذها في إدارة الكورة أو في من المدير الفني بتكون قرارات سليمة. لكن من المفترض أن أي حد بيطلع يا جماعة، سواء لاعب سابق أو لاعب حالي أو حتى بقاله 10 15 سنة 20 سنة مبطل، مفيش حاجة اسمها أن أنا أعيب في النادي اللي أنا كنت فيه، خصوصا لما يكون نادي بحجم النادي الأهلي، خصوصا لما يكون جماهيرية كبيرة زي جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي هو أساس الأساطير، أساس نجاح وتفوق كل حد وكل المنتخبات. عندما تتحدث عن الأساطير فهناك العديد والعديد من أساطير كرة القدم. الأهلي هو اللي بيصنع الأساطير مش العكس كما يحدث في الأندية الأخرى. في أندية تروح لها لعيبة يعملوا حاجة للأندية دي، لكن النادي الأهلي زي ما حضراتكم كنتوا سامعين من شوية، نادي الأهلي بمن حضر. هو هنا لا طبعا، هو هنا كان بيتكلم أو التقرير اللي قبل كده كان بيتكلم إن النادي الأهلي بمن حضر دي على أساس المباراة، ولكن النادي الأهلي بمن حضر من 1907 وحتى الآن، سواء إداريا أو فنيا أو إنشائيا أو كل حاجة. النادي الأهلي لما بيعمل بطولات وإنجازات بعيدا عن الأسماء، لأن السيستم هو البطل، السيستم هو الأساس، الشكل المؤسسي اللي بيمشي بيه النادي الأهلي منذ تأسيس النادي وحتى الآن هو اللي بيخلينا نكسب هذه البطولات. لكن بقى نقول كلام غلط؟ وهو السن الكبير لما يكون عندي لاعب سنه كبير يعني يبقى كده انا عادي ان هو اسطوره يعني؟ انا الحقيقه ما بفهمش وجهات النظر، لكن اوكي كل واحد حر يقول اللي هو عايزه وكل حاجه على اي حد غير. لكن النادي الاهلي لما تيجي تتكلم لازم تبقى واخد بالك من كلامك، خصوصا ان انت عشت بعض الايام داخل النادي الاهلي. مدير فني شاف ان انت لن تستطيع ان تكون متواجد داخل النادي الاهلي، مشيت من النادي الاهلي، ربنا يكرم في اي مكان اخر، ربنا يوفق اي حد يمشي من النادي الاهلي طالما. لكن تمشي من النادي الاهلي وتغلط في النادي الاهلي او تتكلم عن النادي الاهلي بهذا الشكل، اعتقد ده شيء غير جيد، شيء غير جيد. مدير فني اتخذ قرار كل اداره النادي الاهلي بتبقى في ظهره. عمرنا ما كنا، هل كان في وقت من الاوقات حضراتكم عرفتوا ان مجلس اداره النادي الاهلي من 1907 يعني من 1907 وحتى الان، هل كان هناك اخبار او هل حد عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي مثلا في خلال ال 100 وشويه سنه دول راح لمدرب وقال له ايد اسلام مثلا؟ ده الكابتن خطيب كان نائبا لمجلس اداره النادي الاهلي، والكابتن أسامة حسني كان موجود في الفرقة ومشي من الفرقة عادي، الكابتن مضى على هذا الأمر لأن هو شاف ما يهموش مصلحته الشخصية ولكن يهمه مصلحة النادي الأهلي. فالأساطير موجودين، لكن مين اللي يعملهم أساطير؟ هو الجمهور. مش معنى أن واحد سنه عدى 35 ولا 36 يبقى أسطورة بالمناسبة، لكن هناك فارق كبير جدا بين النجوم والأساطير. النجوم موجودين كتير في كل مكان، ولكن الأساطير معروفين بالاسم وجابوا بطولات كتيرة جدا لأنديتهم واحترموا
جمهور ناديهم وجمهور الانديه الاخرى. عمرك سمعت، مش هقول لك كابتن خطيب، عمرك سمعت كابتن حسن شحاته بيغلط في جمهور الاهلي؟ عمرها ما حصلت. عمرك سمعت كابتن اشرف قاسم ربنا يديله الصحه ويقومه بالسلامه غلط في جمهور النادي الاهلي؟ عمرها ما حصلت. عمرك شفت كابتن محمود الخطيب بيغلط في جمهور النادي الاهلي؟ عمرك شفت غيره وغيره وغيره من انا مش عايز بس اقول اسماء عشان ما حدش يقعد يقول لي بطبل وبعمل، لكن هذه هي الحقيقه. فدول الاساطير بالمناسبه، ولكن مش الاسطوره ان انا اطلع امسك انا اسف يعني الجزمه للناس واقول لهم وابقى انا اسطوره. عمرها ما حصلت. عمر ما حد من دول هيبقى اساطير. انا هنا والله بتكلم بشكل عام، ولكن لا اتكلم عن حد بعينه يعني، انا بتكلم بشكل عام. لكن الفرق كبير جدا جدا جدا. واللي اتمناه انه كل واحد مشي من النادي الاهلي، على فكره ممكن اكون واخد قرار ان انت المسؤول عن القرار، يعني يكون واخد قرار ان انت هتمشي وانت تجيد في مكان اخر لا تجيد في النادي الاهلي، خلاص الموضوع منتهي. ما عنديش مشكله ان انت تجيد في مكان تاني بالمناسبه، وما عنديش مشكله ان انت تبقى افضل واحد في الدنيا في المكان التاني، ما عنديش اي مشكله خالص. انا بتكلم برضو بشكل عام على كل اللاعبين اللي بيمشوا من النادي الاهلي، ولكن انا اللي يفرق معايا، انا هنا بتكلم كجمهور، انا اللي يفرق معايا الاحترام. ايه المشكله لما تبقى بتحترم كل الناس، جمهورك النادي اللي انت رايح له وجمهور النادي اللي انت سبته؟ هي دي فيها مشكله يا جماعه. لماذا دائما هذه الامور بيتم اتخاذها بهذا الشكل؟ مفيش اسهل من الرد على الاسئله، ومفيش اسهل من اثاره الفتن بالمناسبه. يعني انا لو عايز دلوقتي وانا قاعد دلوقتي هنا اعمل قصه، هعمل قصه، لكن انا عمري ما بعمل كده احتراما للشاشه اللي موجوده او للاسم اللي موجود فوق الشاشه. فمن فضل حضراتكم اتمنى ان كل واحد ياخد باله هو بيتكلم عن مين، وناخد بالنا. احنا عندنا فريق مش هنعمل زي فريق فلومينينزي لو فاكرينه البرازيلي اللي كل لعيبته عدت ال 37. يعني فريق فلومينينسي فريق ممتع وحلو وكويس وكل حاجه، ولكن كل لعيبته عدد ال 37 كسبونا في كاس العالم وكل حاجه، ولكن خلاص اهدرنا العديد من الفرص في هذه المباراه خصوصا في الشوط الاول كانت كفيله تقتل هذه المباراه. انا بعذر الناس في المواقف اللي زي دي، مفيش مشكله، عشان كده بتكلم بهدوء وبتكلم براحه. ما يصحش تقول ان الاهلي ما فيهوش اساطير، هي دي الكلمه. الباقي كله الكلام الباقي ده اصله مش عارف ايه واصله ايه وايه، كل ده كلام عادي يعني بيقولوا لان هو عشان يعني بيتقرب من الجمهور النادي اللي هو راحه، لكن في النهايه ما ينفعش تتكلم ان هو غلط. مثل هذه الامور ما ينفعش تقولها. مش عايز اكون قاسي، عندي كلام كتير جدا جامد وممكن اقوله، بس انا مش عايز اكون قاسي، لانه في النهايه كل اللي يفرق معايا هذه الكلمه. النادي الاهلي ما فيهوش اساطير، عيب عليك يا راجل، عيب عليك بقى، عيب. وعلى راي كابتن خطيب هرجع لكلمه، والله كابتن خطيب ده بيقول كلام يعني دايما لازم نحطه في دماغنا ولازم نتكلم بيه. كابتن خطيب عندما سئل عن عدد من الأسماء من كام سنة كده، قال لهم إيه؟ قال لهم والله يا جماعة أنا ما زعلان عليهم، أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. أنا مش زعلان منهم، أنا زعلان عليهم. فنفس الكلمة أنا هقولها لك، أنا مش زعلان منك، أنا زعلان عليك. مش زعلان عليك إن أنت مشيت من الأهلي ورحت النادي، لا خالص. أنا زعلان من طريقة الكلام، من أسلوب الكلام. وزعلان عليك إن أنت بتقول كلام غير صحيح وبتخلي الناس كلها تبص لك كده وتقول يعني هل ده صح؟ فمش هقول لك اكتر من كده، انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم.